بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في المحاضرة الماضية أخذنا أمثلة متنوعة على النهايات. حنواصل طبعا، حنحاول اليوم نخش في الاتصال، في اتصال الدالة، لكن نخذ بعض الأمثلة. طبعا احنا قبل كذا عرفتم العدد اي اللي هو أساس اللوغاريتم الطبيعي. تم تعريفه بهذا الشكل، إذا عرفنا قد البيت عندما ننتقل إلى ما لا نهاية، واحد زائد واحد على ألف. فاكرين هذا العدد عرفناه في المحاضرات الماضية، هو عبارة عن أساس اللوغاريتم اللي هو العدد النيبري. هنخذ مثال على نهاية، نأخذ مثال واحد فقط، مثال على نهاية. يعني لما تكون عندي النهاية فتحة، طبعاً هو تترك نحولها إلى X، لأن هنا N تقول إلى ما لا نهاية، حتكون نقطية، نقاط نقاط. هاي في المتتاليات، عرفتم المتتاليات في المحاضرات السابقة؟ متتالية، يعني إيش الفرق بين الدالة والمتتالية؟ المتتالية دالة بس نقاط غير متصلة، لكن الدالة إيه؟ خط متصل. طيب خلينا فاحنا حناخذ مثال. يعني لو عندي هذا الشكل، لو وجدت هذا الشكل، حقول الناتج حقه ايه؟ العدد النيبري اي، او اساس اللوغاريتم الطبيعي. هذا على اساس اللوغاريتم الطبيعي. اخذ مثال، عاوزين نحسب النهاية التالية ليمت عندما ان او واحد زائد ان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد زائد واحد على ان، ان زائد خمسة. طبعا شباب لابد نفرق بين النهايات المتتاليات، هذا موضوع كامل كبير وخذ في مقرر آخر حتقول إن شاء الله متتاليات متسلسلات، لكن أهل هي جات هنا. يعني مثلا عندي مثلا متتالية F N يساوي واحد على N، لما برسمها المدخلات حقها أعداد صحيحة مدمة، المدخلات أعداد صحيحة مدمة، يعني حقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما بيش أقول إيه سالب واحد سالب اثنين، فحتديني نقاط. هو لو حطيت ان بواحد حتقص صورتها كم واحد؟ ان باثنين حتقص ان باثنين حتقص صورتها بنص، ان ثلاثة بثلث وهكذا. فالمتتالية تكون عليها نقاط، عليها المدخلات حقها أعداد صحيحة مدمرة. المخرجات في الار ما في مشكلة، خرج سالبة موجبة أي حاجة. طيب ما فيش مشكلة، بس كون المثال هذا موجود هنا، فأنا أريد طبعاً أحاول أستخدم هذه الصيغة، هذا الشكل. لو وجد عندي هذا الشكل أروح أشيله وأحط بدل عدد النيبري إي، واضح يا شباب؟ طيب أعمل إيه هنا؟ هنا ممكن أوزع، أحمل هنا النص، هنا قبل كذا أخذ إيه؟ وزع يقول لك اس اي ان زائد ام يساوي اي اس ان اي اس ام. اوزع الاس، راح اوزع الاس المقدار هذا، هيبقى هذا المقدار اس ان في هذا المقدار اس 5، واضح يا شباب؟ اوزع الاس زي ما وزع الاس هنا، اذا حيبقى لاحظتوه ايه؟ لان انا اريد هذا الشكل، حيبقى الليمت عندما انت تقول الى ما لا نهايه، واروح اوزع هذا الشكل واحد زائد واحد على ان اس ان في من واحد لسه ما خصصت النهايه، واحد زائد واحد ان شكل خمسه. خمسه ليش انا بقيس؟ شوف عشان اصور كويس. طيب واروح اوزع حق النهايه، اوزع النهايه، يعني اخذ النهايه هذا المقدار ليمت عندما ان الا ما لا نهايه، او واحد زائد واحد على ان في ليمت عندما ان كل ما لها واحد زائد واحد على ان
خمسة. قيمة الإنهاب كم يا شباب؟ الإنهاب كم؟ وصل مش نفس الأشياء. قيمة كم بالعدد النبري؟ غير كاتب. وهذه قيمة كم؟ أخش في النهاية تعطينا قوة. وأحسب النهاية. يعني نهاية هذا المقدار. لو رجعنا لمحاضرات من السابقة. راح أخش قوة. حق ليميت واحد زائد ليميت عندما تقول الى ما لا نهايه واحد زائد ايه كله اس خمسه ليميت الواحد كم واحد سبت تحطها في المحاضره في الماده ليميت الثابت ليميت الثابت ثابت اذا هذا يحتوي واحد طب ليميت هذا المقدار كم واحد على ايش ما لا نهايه بكم واحد على ما لا نهايه بكم واحد على ما لا نهاية بكم؟ كم؟ واحد على ما لا نهاية بكم؟ واحد ها؟ صح عندي عدد ال على ما لا نهاية صح ال على ما لا نهاية بصفر الليمت الثابت الثابت نهاية الثابت الثابت هذه كيف صارت واحد شو عندي نظرية تقول نهاية الثابت بيه ثابت ها ثابت يعني تجلس تمشي من هنا إلى ولا ما لا نهاية يظل السقف حققه نفسه 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 يعني أنت الآن ماشي حاطط العقال تظل ماشي 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 هل يتغير ولا حاجة ثابت إذا نهاية الثابت ثابت يعني السقف بتاعنا ماشي تحت السماء هذا لو امشي من هنا لهذا الطرف والف العالم كله يبقى حتى السقف يشوف السماء هذه احنا نظريا قلنا نهايه الثابت وهذا ايوه يعني يصير 1.5 1.5 واحد كلام صحيح صفر صفر لنهايه المقدار بصفر ان واحد على ما لا نهايه واحد صفر صفر واحد اذا اكتبها لك اذا انها كم طيب في امثله في الحقيقه اخرى مصوره لكن احنا حنكتفي السلام عليكم برضه في نظريه هنا في الكتاب يعني مثال نظريه درستها في السابق لمت عندما اكس اود الى الاي اكس بلس ان على اكس بلس ان تساوي ان بلس ان طبعا هذه الفكره انا لما اجي احصل النهايه حيطلع لي صفر على صفر يسمى حالة عدم تعيين. في عندنا طرق تسمى طرق لوبيتر رول. بعدين إن شاء الله حتخذوها. ها؟ ما أدري هل أخذتموها في المحاضرات الأساسية؟ ما أخذتموهاش. ها؟ أحلل بس هنا ما أقدرش أحلل لأن عندي إن زائد 1 2 3 4 يعني ما أشترك. فتقول لي أشترك البسط لوحده وأشترك المقام وأحسب النهاية. أنا لما أشترك البسط المقام وأخذ النهاية أحسب على هذا النهاية. مثال مثلا زائد ليميت عندما اكس اقول الى 4 اكس اس 10 ماينس 4 على اكس ماينس 4
حياتنا لا مش حياتنا سبحان الله معذرة أنا قلت الأرقام قريب حياتنا صفر لو كان الان واحد يعني لو حطيت هنا اكس ب لو كان الان واحد يعني حيبقى ايه بين صفر يبقى صفر على صفر لكن هل تبريد في لين في حقيقة في يعني إذا عندي اكس بشعة سنة ناقصة ما كيف أحللها إزاي أحللها فأنا باستخدام هذه النظرية المسرودة هنا مباشرة الآن عندي هنا وكم؟ 10 4 الآن بعشرة والإم كم؟ 4 صراحة أطبق كل 4 الإم 4 أصمم على الإم 10 إيه دي بكم 4 أس كم؟ أس إم ماينس 1 لحظة كيف أحللها بسرعة؟ الأربعة سالب كيف الأربعة سالب؟ الأربعة هي الأربعة كيف الأربعة سالب؟ سالب أربعة الأربعة الايه بداية الأسبوع الواحد يجي كذا كل أحد يحمل في إيش تسخين يعني أنا من أول مصمم من الإن أربعة وين إبن إيش مش فهمنا ذي أشباب أحيانا من ثلاث فقرات الصغيرة تأتي لك الصح والخطأ أو خيارها للإجابة الحقيقية سطر واحد أين كل بعض اسمة الصح والخطأ أو خيارها يعني ما تحتاج إلى الجهد فحطها في الجملة طيب برضو بشكل عام برضو في النظرية أخرى طيب بفرض إيه طبعا هذه في المسألة عندي فقط هنا الأس ممكن يكون هذا أس حاجة ولا أس حاجة ولا أس حاجة مثلا ويقول إيه في النظرية لو كان عندي إذن هذه واحد رقم 3 هذا بك عندنا x إلا الـ a عندنا هنا الـ x أس m ماينس a أس m على x أس m ماينس a أس بالفعل هذه لما تعوض الـ x هذه فوق حتى بصف واللي تحت بصف هذه أعمها هنا لما عوض على الـ x بـ a حتى a أس m ومعوض هنا بإيه حتى إيه بس إيه ناقص إيه صفر على صفر ولحالة عن التعيين ونستخدم لوبيتر رول لإيجاد هذا الناتج طيب حد لي ناتج إيه إم على إن أنا استخدمت لوبيتر رول في إيه أس إم ما ينسبه هنا بنظرية 2 أو رقم 2 نأخذ عليها مثال مثال طبعا المثال اللي عندكم من شكل طيب برضو على هذه الجزئية ممكن نأخذ مثال تطبيق حافظ المثال اللي موجود عندكم في الكتاب طيب إكس طيب طبعا احنا يا شباب لما نجي نحسب لها اول حاجه نروح ايه؟ سلام عليكم نروح نعوض بالضبط يعني الشيء الطبيعي انه نعوض
هل لم يعوض عن واحد؟ يبقى واحد بس خمس، ناقص واحد بس خمس، ست على صفر. الحالة الثانية. واضح شباب، أنا لو جيت أعوض مباشرة حل. طبعا هذا الأحباب بس شباب إكس. هذا يسمي إكس أو هنا واحد على خمسة. برضو هذا المقدار. واحد على ثلاثة. إكس هو واحد على ثلاثة. عشان أعرف الزائد. يعني استطيع أقول هذه يساوي أرجمة إكس إلا الواحد على إكس أس خمس ناقص واحد إكس أس ثلث ناقص واحد. طب لو جيت أعوض مباشرة الإكس بواحد عندي أنا هاتي لي واحد ماينس واحد هي واحد ماينس واحد يعطي لي أنها تكسر على صفر. طيب هذا عدم حاجة يصير صفر على صفر، هذا مشكلة. نبدأ بالحل، أحلل في الوراثة، أستخدم نظرية، أعمل أي حاجة. فأنا هنا حستخدم النظرية دي. أستخدمها دي. فأنا عندي هنا الإم بكم يا شباب؟ نقاعد. الإم بكم؟ الإم الحمص. الإم اقتربت لحاجات غريبة، طيب. الان بخمس والان بكم؟ بثلث. طبعا هي بتستخدم ما في مشكله يا شباب. واحد اس خمس واحد، خلينا نكتبها كذا. بس هنا عشان بس المقاربه تكون ايه كامله. بس الواحد اس خمس واحد، عشان كذا كتبناه بواحد. فالان بخمس والان بثلث. نطبق هذه النظريه. نحن حاقول عندنا عندما x تبدل الواحد ل x ل x اس 5 اس 5 ماينس 1 على x اس 0 ماينس 1 تحكم النظرية حقي m على n يعني m و x اذا حبها 5 على 3 في a ال a واحد اس n ماينس n خلاص ما في مشكلة الواحد m ماينس n اللي هي 5 ماينس 3 هذا كله ايه واحد. طيب هذا المقدار حيساوي ايه؟ المقام المقمص، المقام المقمص حيبقى 3 على ايه؟ على 5. اذا النهايه حقيقة كم؟ 3 على 5. طيب ننتقل الى نظرية أخرى في الطلب في الإثبات أن هذه متعلقة بالدوائر المثلثة بريد تصور المحاضرة تحتاج إلى مسجلها هي أشرحها في القاعة هذه مثلا القاعة تريد أن تسمع قراءة ثانية موضوع كنت بلا قوة حافظة قراءة تنظر عليه وتجد المحاضرة واضحة ايوه
تمام يا شباب. برضه في عندي نظريه تقول اذا كانت اكس اذا كانت اذا كانت اكس مقاسه بالتقدير الدائم طبعا الاساسيه اللي اخذناها في باب الاساسيه بالتقدير تقدير اخذنا اللي بالدرجات وبالراديان فان هذه مكس عندما اكس تؤول بالصف لساين اكس اوفر اكس يساوي واحد يعني لو عندي نهايه وهذا الشكل نهايه حسبت لو عندي نهايه بهذا الشكل راح لو جاءت في نهايه بهذا الشكل راح كانت فرضا يا شباب زي هذه راح احاول اليوم الهدي هذه كلها صح احاول انا عندي النهايه واحد يعني وجدت هذا الشكل واحد هذه اسئله اختيارات بس لا تصير طبعا اسئله اختيارات طبعا احنا نسوي فقط نشوف الحل هذا لكن هنا دائما نفضل تمام يا شباب حنخذ مثال على هذه الحالة قبل ما ناخذ مثال في برضه نتيجة كل اجنبي عندما اكس تقول للصفر مثال اكس ها على اكس يساوي كم؟ واحد طيب طبعا في الحقيقه حناخذ هذه النظريه النتائج بدون اثبات اثباتها بسيطه يعني احنا راح نسدها الاولى اثباتها بعد شويه اما الثانيه ابدل ساين اكس على كوزين اكس واستخدم الايه؟ يعني النتيجة هذه إثباتها بسيطة تان إكس إيش يساوي؟ إيش يساوي تان إكس؟ ساين إكس على كوزين إكس إيش أخذنا الخطاب كرة الثلاثية يا شباب؟ تان إكس ساين على كوزين إكس طب ونقول تان كوتانجن هذه يساوي تساوي مطلوب التاني كوزين على المطلوب الثاني كوزين اكس على ساين اكس لان عندنا شباب التان اكس يساوي واحد على كوزين اكس طبعا احنا عندي اختبار ترتيب اثنتين شهيره احنا ولا اشتغل انا خزنت هذه الداخل فالليمت اللي تحت هذه استطيع ان اثبتها باستخدام ما يعني باستخدام النظريه حط الليمت عندما اكس اقول الى الصفر اشيل التام واحط هنا صاين على كوزاين يلا شباب راح يبقى صاين اكس على كوزاين اكس هنا بتستخدم اكس انا احاول اكتب صاين اكس على اكس مضروبه في واحد على كوزاين يعني راح انزل الكوزاين هنا عملية ترتيب ليس الا ترتيب فقط راح اكتب يا شباب صاين اكس على هوازن الكوزين هنا عندي اكس بالكوزين اكس طبعا انا عندي في النظريه مكتوب ساين اكس على اكس يعني انا استطيع اخش اخذ هذه النهايه وحدها بس معايا حلقه او ليميت
عندما x الى الصفر دي ساين x على x اخذ النهايه ساين x على x في نهايه x الى الصفر لواحد على كوزاين x. هل هذه كانت شباب؟ واحد من فين جبناها بواحد؟ من النظريه. لاحظوا هذه النهايه بواحد. فين جبناها من النظريه؟ طيب احسبها من النهايه. كوزاين الصفر كم يا شباب؟ اذا هذه بواحد من النظريه. احنا لسه قايلينها في ليمت واحد على كوزاين اكس. كوزاين صفر، كوزاين صفر كم؟ كوزاين الصفر كم؟ ما اخذناش يا شباب الدور المثلثية. ما اخذوش الأساسية. ما اخذوش الماضية. الدور المثلثية ما اخذوش خالص. متأكدين. ها؟ ساين وكوساين وتان. خطوه وخطوه. ها؟ اللي يكون اخذناه ينفع. كيف تقول اخذناه؟ كنا نجيب صح. طبعا شوفوا بالنسبة للزواهر ممكن تحفظون هنا بالنسبة للساين صفر من هذه الدائرة شباب يعني عندي دائرة بس قطرها واحدة هنا واحد وصفر هنا صفر واحد هنا سالب واحد وصفر وهنا هنا ايه صفر وصفر وسالب واحد فهنا عندي الزاوية كان هنا الزاوية صفر يعني ما في هي الزاوية الصفر. الواحد هذه هي عبارة عن ايه؟ كوزاين صفر. والصفر ساين صفر. فالزاوية هنا باي على 2 او 90 لا 90. هذه تمثل لي ايه؟ الكوزاين 90. كوزاين 90 بصفر. وساين 90 بواحد. عشان بس اخذ الزاوية بدون ما اذكرها. طيب هنا هي تمثل لي كوزاين 180. يعني الاحداث الاول يمثل كوساين الزاويه الاحداث الثاني ساين الزاويه الاحداث الاول كوساين الزاويه الاحداث الثاني ساين الزاويه طيب هنا هل هي ساين 180 برضه اجي هنا لما تطلع هذه المزايا ترى المزايا عندي 270 270 اوفر 2 هاي تمثل كوساين 270 وهي تمثل ايه؟ إذا عند النهاية شباب خلاص كوزين صفر واحد طيب طبعا في عندي امثله كثيره على الساين اللي احنا ناخذها برضه في عندي مثال الامثله اللي اضعها موجوده عندكم في الكتاب لساين كي اكس طيب ايش الفكره يا شباب ببساطه؟ انا عاوز استخدم النظريه اللي عندي يعني عاوز يكون الشكل نفس الشكل يعني بصوا ايش الشكل نفس الشكل يعني عشان اقول النهايه بواحد لازم تكون عندي هنا ساين والزاويه اللي في ساين تكون موجوده تحت نفسها بعد الشكل شوف هذا الصفر هذا الشكل او بهذا النموذج اقول انه هيك واحد شوف كيف الشكل عندي يعني المقدار اللي هنا نفس المقدار هنا نفس المقدار اقول ناتج واحد طيب اذا كان موجود عندي نفس المقدار احاول اعيد تشكيله يعني زي ما اللي عندي عندي هنا اكس عندي هنا كي اكس هنا اكس فقط ها
فراح اعمل ايه؟ اضرب هنا في كي، اضرب في كي واضرب هنا في كي، معنى مضرب كي وهنا كي كان ما عنديش حاجه. لما اضرب حاجه فوق في كي واقسم على كي كان ما عنديش حاجه، صح ولا لا شباب؟ لانه كي على كي بواحد، كان انا ضربت في واحد. الان عندي هو نفس الرقم. هاي هنا كي، هنا عاد ممكن اضرب في كي ما في سهل عندي ما في. اذا الان استطيع اقول هذا يساوي كي، طلع عادي برا. ليمت اكس تكون 0 عندي هنا ساين كي اكس لا كي اكس هذا نفس الشكل بنات المكان كي في 1 اذا هنا هذا كان اوكي بس انت ايش لك؟ طب ندرك بامثله حاول اكتفي بالامثله اللي هنا احيانا ما تاتيش المساله لا تاتي بشكل مباشر مثلا النهايه الثانيه او واحد ماينس زائد اكس على اكس عاوز ليمت عندما اكس نص مثال اخر طيب في الحقيقه في بعض المسائل طبعا انا اول ما احسب يا شباب عشان بس انا عوض مباشره يعني لو عوضت مباشرة كده واحد ماينس وزاد صفر على صفر وزاد صفر بكم يا شباب؟ واحد في الصفر هاي اليوم وزاد صفر بواحد واحد حلقة واحد حلقة صفر على صفر وهذه الحالة شباب حالة عدم التعيين عندي تمام في حالة عدم التعيين أعمل أي حاجة أبسط أختصر أحلل جبريا استخدم التطابقات الخلفية أنا في الحقيقة ما دام أنا في الكوزاين الصحيح فأنا أحتاج التطابقات الخلفية حذرت لكم أنا بالإيه؟ بالدبل أنجل أو الزاوية المضاعفة كنا نقول إيه؟ ساين تربيع إكس تساوي بلس في واحد ماينس كوزاين 2 اكس هنا اقول هاف انجل او دبل انجل يعني لما اقرب هنا هاف انجل يعني هذه الزاويه نصف هذه الزاويه يعني الزاويه يا شباب اكس و 2 اكس اذا هذه نصف هذه الزاويه او لما اقرب من الناحيه الثانيه هذه الزاويه ضعف هذه الزاويه يعني عندي هنا اكس و 2 اكس ضعفها فانا في الحقيقه احيانا احتاج تطابقات مخلفيه لما اجد او اواجه حاله عدم تعيين في حالة الدول المثلثية أحتاج إيه؟ في أغلب الأحيان المتطابقات المثلثية. هذه متطابقة شهيرة. طبعاً ساين تربيع بهذا الشكل لو كانت زائد طبعاً عندي مشاكل في المشاكل هنا برضه خلينا نسكر جيبي وزاين تربيع نفس هذه بس الزائد. واحد زائد وزاين تربيع طيب أنا حشيل واحد ناقص كوزاين اكس واحط بدالها ايه؟ طبعا هذه اكس تحت الزاويه اكس على 2 بس انا عندي هذه الزاويه موجوده هنا ضعف الزاويه هنا طب اريد استبدل هذا المقدار ها عندي في المساله 1 ناقص كوزاين اكس يساوي اقارن كاتب يا شباب او ساين تربيع طبعا هنا الزاوية اكس ضعف هذه الزاوية، إذا الزاوية حتكون كم؟ ضعف من اللي قال ممتاز. الزاوية اكس لما حطينا هذه الزاوية ضعف هذه الزاوية. لو كانت الزاوية اكس الزاوية هنا هي اكس على 2 لأنه الزاوية ضعف هذه. هذه الزاوية ضعف هذه، أو أقول هذه الزاوية نصف هذه الزاوية. يا شباب هذه الزاوية ضعف هذه الزاوية، أو هذه الزاوية نصف هذه الزاوية. هل عندي اكس يكفي اكس على 2 طبعا لسه باقي معايا هنا في نص وانا مش موجود عندي نص هنا. فحروح اشيل حشيل واحد ناقص كوزين اكس يعني حقسم على اثنين واضرب في اثنين. فاللي حيبقى عندي هنا ايه؟ اثنين. انا حيبقى اثنين. اذا اشيل واحد ناقص كوزين اكس واحط بدالها ايه؟ اثنين ساين تربيع اكس على اثنين. راح اقول هذا يساوي او ليميت اكس تقول للصفر وشيل
حط عندي اثنين ساين تربيع اكس على اثنين هنا عندي اكس. طبعا احنا ليش عم نقول هذه الدوشه؟ عشان اوصل شكل النهايه لهذا الشكل، ساين حاجه على حاجه، ساين التفاحه على التفاحه. طيب لكن انا في الحقيقه عندي ايه؟ عندي هنا ايه؟ ساين تربيع، بالتالي احتاج ايه؟ احتاج اكتب ساين تربيع ساين في ساين. اذا انا حيساوي غالبا اكس على الصفر حطوا ايه؟ ساين تربيع حيبقى ساين اكس على اثنين. طبعا هنا في عندي اكس مضروب في ايه؟ في ساين اكس على اثنين. طبعا هنا عندي اثنين. طبعا شباب عندي لابد هذا المقدار يكون نفس هذا المقدار، حاعمل ايه هنا؟ لابد هذا المقدار الزاوية، لابد هذا المقدار يكون نفس الزاوية، حاعمل ايه هنا هذا المقدار؟ اقسم على اثنين واضرب في اثنين. اقسم اهو، انا قسمت على اثنين واضرب في اثنين، لكن ما عملتش حاجة. إذا الآن أصبح عندي هذا المقدار جاهز للنظرية. يعني أخش ليميت على هذا المقدار أصبحت جاهز. طبعا هي اثنين حتفرح اثنين خلاص. إذا حخش بالنهاية غالبا عندما اكس على الصفر بساين اكس على اثنين هنا عندي اكس على اثنين في ليميت اكس على الصفر بساين اكس على اثنين لما هات للنهاية هل هات للمقدار كم واحد؟ ما ترى المقدار واحد باستخدام الايه؟ هذا الامر. وهنا ليميت حتى ساين صفر، ساين صفر كم؟ ساين صفر ساين صفر ساين صفر ساين صفر. طيب المثال الثاني نفس الافكار. خلينا احنا ناخذ مسألة على النهاية ونبدأ بالاتصال ان شاء الله. واحد من أسفل أشبه من حضر واحد أحسن واحد أحسن صورة يجمع الصور واحدين ثلاثة يجمعهم ملك يجيبهم ويرسل المبور. من اللي حيتبرع يصور يا شباب؟ طبعا معظم الاشياء اللي موجوده في الكتب الشباب في الكتاب لكن احاول اوضح بعض الاشياء او اضيف بعض الاشياء بحيث نقول مسألة في النهاية. عاوزين نحسب يا شباب هذه النهاية. أتوقع أخذتم مسائل في السكشن في التمارين. ها؟ أخذتم مسألة في الهدوء. طبعا هي ايش المشكله في المساله هذه؟ لما اجي اعوض مباشره ما لا نهايه حدي لي ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه. وهذه برضه حاله عدم تأييد. ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه برضه حاله عدم تأييد. لما اعوض ما لا نهايه. طيب بالنسبه لهذه المسائل حرف ضارب وراقب. الغراف نفس هذا المقدار لكن اغير الاشاره لايه؟ من سالب الى فوق. يلا قول ايه؟ طبعا المحذوف الغراف حضروا وتوسطوا المقامات.
يعني انا لما اضرب بهذا الشكل يا شباب كان انا ما عملتش حاجه. يعني هذا الشيء على شيء واحد كان ما عملتش اي شيء. رياضيا ما عملت حاجه. انا اضرب في واحد. يعني لما اضرب حاجه على حاجه هي بواحد صح ولا لا يا شباب؟ طيب هذا حيساوي اضرب اللي فوق في اللي فوق هذا. حيديني ايه؟ اكس في اكس تساوي سالب في موجب سالب بعد قدر في قدر حيروح القدر يقال لي لا تحت القدر بنص واحد. واضح يا شباب؟ انا عندي هنا المضروب قدر بس انا عندي ايه؟ بي ماينس قدر ايه؟ لما قدر بقى شباب في المرافق اللي هو مرافق بي ماينس ايه او بلس ايه انا بي بلس هذا المرافق. فلما يضرب اللي فوق بي في بي بي قدر بي بعد سالب في موجب سالب قدر ايه قدر ايه حتى ايه كل نقطة اللي تحت تصير تناقض لما شباب هذا سطحين والطرفين حيكونوا مع بعض لما اضربهم. الكفاية لما جيت اضرب في المرافق اضرب هذا في هذا والاشارة سالب في موجب والقدر في القدر اروح شايل القدر واكتب لي تحت القدر. هذا يساوي دبل عندما اكس يكون الى ما لا نهاية وارقص الى ايه كما ضرب اكس زائد اكس تربيع ما يصلح. طبعا لما تخش الاشارة هنا يا شباب ايش اللي حيتبقى لي؟ البسط ايش حيتبقى؟ هذا حيساوي ها دبل عندما اكس اقول الى ما لا نهاية عندي هنا اكس تربيع ماينس اكس تربيع بلس واحد هنا عندي اكس زائد اكس تربيع ماينس واحد. ايش اللي حيحدث هنا؟ مشترك يا ابوي يعني مشترك في البصل ها؟ ايش اللي يحدث في البصل الان؟ هذا المقدار حرف هذا المقدار يتبقى لي ايه؟ واحد عندما اكس تقول الى ما لا نهايه عندي هنا واحد لا اكس زائد اكس تربيع غير صح. انا بالمكان اخذ النهايه خلاص. هلا انا لو اخذت النهايه طبعا حتصل على اكس على اكبر اس حيطلع لي واحد على ما لا نهايه. طبعا احنا في المحاضره الماضيه كنا نقسم على ايه؟ على اكبر اس. احنا نقول ايه؟ اذا كان درجه كم درجه البسط؟ صفر. لان واحد عباره عن واحد في اكس اس صفر. كم درجه المقام؟ واحد اكبر درجه واحد. احنا كنا قلنا اذا كان درجه البسط اكبر من درجه المقام الناتج كم؟ كنا ثلاث حالات. لو كان درجة البسط أقل من درجة المقام، النهاية حتكون كم؟ لا. في حد ذاك المحاضرة الماضية. ها؟ إيش اللي عملتم بالنسبة للمؤسسة؟ طيب حاسين ان عندك بيبس طيب في عندي برضه نهايتين على الدور المتصلة فيه اجزاء دي خطوه في الاساسيات عارفه؟ ها؟ لا يعني ساين هايبربوليك كوزاين لي اتش في اتش اتش خطوه ولا لا؟ ها؟ كلام تزايد الثلاثه الدور المثلثيه اللي فيه اتش ساين بالاخير اتش يعني انتم اخذتم اخذتم ايه؟ ساين اكس كوزاين اكس اخذتم اللي ذا بالشكل ساين هايبربوليك اكس كوزاين هايبربوليك اكس
هو ايه؟ طيب ننتقل الى الاتصال يا شباب، ننتقل الى موضوع الاتصال. طبعا موضوع الاتصال ببساطه ايش معنى حاجه متصله؟ ايش نقصد بحاجه متصله؟ حناخذ الان عنوان اخر اللي هو اتصال الدوال. اتصال الدوال، طبعا مفهوم الاتصال قبل ما ناخذ مسائل، ايش يقصد بالاتصال؟ اللي ناخذ صوره لها، ايش يقصد بالاتصال؟ الحاجه متصله او مستمره. من البيت للجامعه، هل وانت ماشي بالخط مثلا من العريسه للسواحل، هل ارتفعت على الخط او مشيت في الهواء ولا حد؟ مثلا عندي عقارب الساعة تحرك الساعة، هل ممكن الساعة تجي عند مثلا الساعة واحدة وتروح تروح إلى واحدة وأربع دقائق؟ يبقى ما فيش اتصال، يبقى حدث هنا ايش؟ ثقب أو فجوة بمقدار أربع دقائق، فحقول على هذه العملية غير متصلة. طيب مثلا وأنا ماشي بهذا الخط رسمت الخط ولا الشيء، رحت رسمت خط اخر وجيت نطيت منه، فانا اقول عليه متصل ولا غير متصل، يعني في عندي فجوة. هذا مفهوم الاتصال. نفس هذا الكلام حنقوله على الدوال، حنقوله على الدوال. طبعا عندي انواع كثيره من عدم الاتصال. اول نوع ممكن يكون عندي بالشكل التالي، امثله على عدم الاتصال. يعني حنجيب بس الاشكال اللي ناقشها. يعني قبل ما نخش المسألة لابد نتصور المفهوم، ايش شكله، ايش شكل الحناء، عشان هي لما نحل مسألة كنا عارف اشتغل ايش بالضبط، مش مجرد آلة. فأنا مثلا هنا عندي المشكلة، ايش المشكلة هنا؟ الدالة القيمة معينة صورة غير موجودة، الصورة من هذه النقطة غير موجودة، هذا نوع من أنواع عدم الاتصال. يعني ممكن تكون عندي الدالة صورة هذه النقطة غير موجودة، يعني في عندي فجوة، يعني انا ماشي في الخط وبعدين نطيت قفزت، فعند هذه القفزه في هذا المكان الداله ايه غير موجوده، هذا يكون عليها غير متصله. برضه في عندي شكل اخر، برضه في عندي شكل اخر عند الايه؟ الصورة موجودة. هذه موجودة. يعني الصورة هذه النقطة موجودة. لكن ايش المشكلة؟ الصورة مش موجودة في مكانها. واضح يا شباب؟ هذا برضو عندي نوع من عدم الاتصال. الدالة موجودة، يعني الصورة موجودة. إذا هنا هذا مثال ايه؟ هذا مثال على إيه غير موجودة. هنا مثال على ايه؟ النهاية موجودة لكن النهاية ما تساويش الصورة، يعني هذه رقم 2 دالة عليها رقم 1، رقم 2 النهاية بدالة اكس لا تساوي الصورة، يعني النهاية اقرب يمين هي اكثر من النهاية الشكلة لكن الصورة هنا لا تساوي النهاية.
إذا أول نوع من عدم الاتصال ممكن تكون الدالة عندي غير معرفة عند هذه النقطة. غير معرفة. عند الـ فدوان ماشي معرفة. النوع الثاني ممكن تكون الدالة معرفة لكن النهاية لا تساوي للدالة، يعني دي في مكان والنهاية في مكان. يعني الدالة صورة الدالة في مكان والنهاية حتى في مكان. طبعا هذا بالنوعين من أمثلة عدم الاتصال نستطيع نعالجهم ونرجعهم متصلين، ما فيش مشكلة. هذا النوع يسمى إيه؟ قابل لإعادة التعريف بحيث تكون الدالة متصلة. يعني أستطيع هنا أعرف هذه الدالة وش الأمور كلها، وأنا ما في مشكلة أروح آخذ من هنا وأحطها في جوالي، تبقى حقيقة الدالة متصلة. لكن في أنواع أخرى ما أستطيع أعالجهم. زي مثلا ايه؟ النوع الثالث مثلا بهذا الشكل. عندي ايه؟ عندي هنا ان هذا اليمين نفسها من الشمال. يعني قيمة الدالة موجودة وسمها من الشمال. يعني ان هذا اليمين نفسها من الشمال. مثلا نقول هنا النهاية اكس عندما تقول اف اوف اكس لا تساوي النهايه. طبعا هذا النوع من عدم الاتصال ايه؟ ما استطيعش اعالجه. يعني اذا كانت النهايه اليمين لا تساوي النهايه الشمال ما اقدرش احطه بالصفر. اذا حنقول هذا النوع ليمت عندما اكس تبدل ايه؟ لا يساوي الصوره. النوع الرابع زين هنا ما في مشكلة نستطيع نعالجه هنا بإمكان هنا ما نستطيع. النوع الرابع يحدث عندي ما يسمى جمع. ممكن تكون ورشة. هذا النوع من أنواع عدم الاتصال نسميه انفينيت ديسكونتينيتي أو عدم الاتصال من النوع إيه؟ الدالة f of x غير معرفة برضو النهاية بكم كم يا شباب؟ النهاية بكم عندما x إلى الـ a؟ ما لها نهاية. وبالتالي هذا النوع وهذا النوع ما استطيعش أعيد تعريفهم بحيث تكون إيه متصلة. طيب الآن حنقول الشروط الثلاثة. الآن تعرفنا على هذه الأشكال، يعني تعرفنا على أشكال عدم الاتصال، عرفنا على أشكال عدم الاتصال، عشان لما أخش في المسألة أبقى فاهم إيش أعمل بالضبط وإيش يعني. فلما أواجه هذه الحالة، حنواجه هذه المسألة، حنقول مثال على كل حالة. لما أواجه هذه الحالة، إيه؟ من أول شهر الدالة غير معرفة عند إكس بي. خلاص الدالة حقي غير متصل. خلاص. هنا الدالة معرفة. والنهاية موجودة، لكن الدالة صورة الدالة لا تساوي النهاية. يعني شوفوا فين صورة الدالة وفين النهاية. برضه دي ما فيش مشكلة، أستطيع أخذ هذه الدائرة وأحطها هنا، أسد هذه الفجوة، تبقى حق الدالة متصلة. هذا النوع وهذا النوع أستطيع أعالجهم، إيش أعالجهم؟ يعني أعيد تعريفهم، هم غير متصلين. فأعيد تعريفهم بحيث يكونوا إيه؟ متصلين، لكن المشكلة هنا. لو عندي النهاية للدالة لا تساوي صورة الدالة، تكون صورة الدالة هنا، النهاية تفشل هنا الجمع، هنا الجمع، يعني حدث قفز. هنا يسمى الجمع ديسكونتينيتي يعني. طيب هنا ما في عندي اتصال، هذا نوع من عدم الاتصال يسمى ايه؟ انفينيتي ديسكونتينيتي. يعني بمعنى الاف اكس غير معرفة عند الايه؟ والليمت بالضبط ايه؟ تقول الى ما لا نهايه. ان اكس الى ما يطلق بالسالب الناحيه تروح تبقى في الحالتين الثالثه والرابعه ما استطيعش. طيب نجي الان للتعريف كما هو موجود في الكتاب عندنا. في عندي ثلاثه شروط في الحقيقه لابد اتاكد منها. يعني انت اقول ان يقال للداله اف أنها متصلة عند x تساوي ايه؟
قال للدالة f of x انها متصلة عند النقطة x سام f. إذا فقط لو تحققت شروط الثلاثة الأهم. واحد، الدالة f of x تكون معرفة عند x سام f. رقم اثنين، النهاية عندما x تقول للـ a تكون موجودة. موجودة. الشرط الثالث، في الحقيقة الشرط الثالث حيكافئ الشرط الأول والثاني. الشرط الثالث لو كتبناه خلاص يكافئ النهاية الليمت عندما x تقول للـ a لـ f of x تساوي الـ f عند الـ a. طبعا هذا الشرط مهم جدا، هو الذي يعني اروح اشوف صورة الدالة. اذا كانت صورة الدالة هي نفس النهاية اقول على الدالة متصلة عند x تساوي. نشوف مثال عندنا، هنشوف هذه الشروط. في عندي مثال، مثال جيد. هذا مثال صفحة 101. صورة بيه. المحاضرة الماضية يا شباب اللي صورها كامل ينفعل الموضوع على الأسبوع. عندي مثال يقول لي ادرس واحد بناقص اكس، ايوه اكس اكبر، هنا عندي ناقص اكس، ادرس صار الدالة f of x عند طبعا حين يقول لي ادرس، طبعا لما يقول لي ادرس قد تكون متصلة قد تكون غير متصلة، لكن أحيانا يقول لي اثبت انها متصلة خلاص صارت تقطع متصلة، أو يقول لي اثبت انها غير متصلة لا تقطع غير متصلة، لأن من خلال السؤال نستطيع أن نستنتج الإجابة. لكن هنا يقول لي ادرس ما ادري هل طيب. طبعا الاسباب اللي عندي ايه؟ عندي ثلاثة شروط لازم تكون ايه متحققة. رقم واحد، اريد انا صورة الدالة. صورة الدالة عند واحد. صورة الدالة عند واحد حيساوي كم؟ فين عوض؟ طبعا هذه الدالة شباب معرفة على هيئة فرعين. فرعين. فرع ما اكس اكبر تساوي واحد، فرع ما اكس اقل من واحد. هعوض فين عشان احصل على صورة الواحد؟ عند الفرع اللي فيه مساواة. لما اريد احسب صورة الواحد، السؤال هل اعوضه هنا ولا هنا؟ هذا مهم جدا. لما ادرس اتصال دالة ذات فرعين. يعني اف واحد صورة الواحد، هل اعوض عن في الفرع الاول ولا الفرع الثاني؟ راح اشوف فين المساواة موجودة. إذا موجودة في الأول عوض في الأول. إذا المساواة موجودة في الفرع الثاني عوض في الأول. أروح عوض في الفرع الثاني. طيب. راح عوض هنا يا شباب. حقة واحد ماينس وعوض على الإكس كان واحد. يعطيني لازم كان صفر. إذا صورة الواحد صفر. إذا هذا أول شرط. إذا حق الدالة F معرفة. الدالة F معرفة. لو الشرط ما تحققش خلاص ما في داعي. طيب نشوف الشرط الثاني يا شباب، النهاية. طبعا ما دام أنا عندي فرعين، يعني ما دام في عندي فرعين، هنا عندي واحد، هنا X أقل من واحد، هنا X أكبر من واحد. فهذه النهاية من اليمين، والنهاية من الشمال، عشان أعرف أختار إيش الفرق. x اكبر من يساوي واحد هاي تمثل النهايه لما اجيلها من اليمين. ماشي يا شباب؟ هذه لما اجيلها من ناحيه الشمال. اذا حقول ليمت x تقول للواحد من ناحيه اليمين
السؤال ايش من فرع اكتب الفرع الاول ولا الثاني؟ الاول الاول لان هناك اكبر تساوي واحد حرف واحد ماينس اكس انا اعوض عن اكس واحد حرف واحد ماينس واحد يساوي كم؟ صفر اذا النهايه من اليمين بكم؟ صفر طب اجيب لي النهايه من الايه؟ النهايه من الشمال لان انا اجي واحد حجي له من ناحيه الشمال اكس اقل من واحد هنا اكس اكثر اكس اقل من واحد حاخذ ايش من فرع يا شباب؟ اخذ الفرع ماينس اكس يلا نعوض هنا عن اكس بواحد حدي لي ناتج بكم؟ سالب واحد هل النهايه من اليمين سالبها من اليسار؟ نعم حاخذ بناء هنا ليمت اكس من الواحد من ناحيه اليمين الداله بتاعتي تزود يسار كم تشكل؟ عدينا من باقي شويه قادمة يعني من هذا اليمين يسرنا من الشمال كم ايه؟ قادمة اكس اقول الواحد للدالة تحت ايه؟ غير موجود وهذا النوع من انواع الاتصال اللي بس اعيد عليه اذا النهايه مش موجوده ما اقدرش ايه؟ اعمل معها اي حاجه اذا الشرط الاول معرف هذا معرف حيكون ثلاثه خلاص ما عادش اقول هنا اف واحد هتساوي هتساوي النهايه اصلا الشرط الثاني غير محقق خلاص نقول الداله ليس متصله عند اكس يا شباب وضحت الفكره لسه في معنا ايه طيب اكتفي بهذا القدر